إيجاد حلول. طبعا صعب جدا إيجاد حلول لمعادلاتها، ولكن حلولها غنية جدا، مليئة بالمعرفة، يعني تعطينا طيفا واسعا من المعارف الممكنة حول الكون ككل وحول طبعا الجزئيات. وأيضا ما يسمى معادلة شرودنجر وما يسمى نظرية الكوانتوم، اللي هي تعنى بالجزيئات وتعنى بالذرات وتعنى بالأنوية الذرات والجسيمات الأولية. هنا أيضا أخذوا معادلة شرودنجر، مثل معادلة تفاضلية عادية، لكن رأسا شرودنجر لما أعلنها طبعا أرعب الجماعة العلمية عام 1926، شرودنجر نشر الورقة وطلع فيها معادلته بدون ما يبين بالضبط كيف حصل عليها، وقال احشوا فيها قوة معينة، قوة الكهرستاتيكية، شوفوا شو بتطلع النتيجة. طلعنا ولا طلعت النتيجة طيف ذرة الهيدروجين اللي كان معروف، يعني الأضواء المنبعثة من ذرة الهيدروجين وخصائص أخرى لذرة الهيدروجين، ثم أيضا هيليوم. الناس ذهلوا، يا عم منين جبت هالماكينة؟ ماكينة. أنا دائما هاي كانت تحيرني، طب هذه عبارة عن معادلة تفاضلية، منحلها على الورق، يعني الرياضيين بحلوها بجوز بدون ما ينتبهوا لأهمية الفيزيائية، ولكن الفيزيائي يحصل على إشي شايفه في المختبر. شو هاي؟ شو سر هالماكينة؟ هل تحاكي إشي بالطبيعة؟ هل هناك ميكانيزم؟ هل معادلة شرودنجر موجودة في الطبيعة يعني؟ هل الطبيعة تنتج ما تنتجه وفق معادلة شرودنجر، وكأن معادلة شرودنجر مكتوبة في قلب الطبيعة؟ أنا ما زالت هاي بتحيرني إن شاء الله. وقص على ذلك ما العلم كله في القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين، فهذه أيضا مفارقة كبرى بالكالكولس بالذات، علم التفاضل والتكامل، علم الحسبان يعطينا هذه الماكينات المذهلة في قدرتها التنبؤية، مذهلة. يعني هذه الماكينات جعلتنا مثلا نتوصل إلى ما يسمى ضد المادة، الأنتيماتر، جعلتنا نتوصل إلى وجود الهيكس، هيكس بوزون، بوزون هيكس اللي سمعتوا عنه، إلى الكثير من الجسيمات وإلى الكثير من الظاهرات الجديدة. ماكينة نظرية بحتة يتوصل إليها علماء كبار ثم نشتغل عليها وتعطينا، وما زالت تعطينا. مع الناس بيجهلوا هذا الناحية للعلم، بيجهلوا هذه القدرة. في بعض الناس بيصيروا بدهم يفرجوا إنه العلم لا في ضعف وفي كذا ومنشان يعلو منشان أشياء تانية. لا يا عم، أنتم مش عارفين إذا طبيعة العلم. هذا السحر علينا أن نستوعبه. المفارقة الرابعة إذا بعد نتذكرها، أيوة المفارقة الرابعة التماسك المنطقي. الآن كل ما لها نظريات الفيزياء تزداد تعقيدا من الناحية الرياضية، كل ما لها تزداد تعقيدا. يعني ابتدأنا مثلا معادلات نيوتن سطر، تعالوا على معادلات ما يسمى الستاندرد موديل اللي هو النموذج المعياري للجسيمات الأولية. كيف والله يا دكتور عمار؟ قلولها 300 صفحة. أيوة إشي مذهل، يعني معادلات، يعني حقيقة صار في يعني تعقيد كبير، كل ما لها تتعقد معادلات معادلات التي تعبر عن قوانين الفيزياء كل ما لها تتعقد، بناءات منطقية مرعبة. طب إلى أين؟ هذا سؤال مجد. إلى أين؟ يعني هل بدنا نضلنا نحن ماشيين في هذا الخط؟ هل تستطيع بالنهاية أي نظام، هل هناك حدود لأي نظام منطقي رياضي؟ يعني مثل احسبوا هلا انتم، المهندس بيبني عمارة بيعرف انه بقدرش يضلوا ينطلق بالطوابق الى الابد، بيعرف انه في حدود لذلك. هون انا بشبه المسألة هيك بالفيزياء. طب هذه الابنية الثقافية المنطقية الرياضية، هل تستطيع ان تتحمل اكثر من ذلك، تعقيدا اكثر من ذلك؟ شو هي حدودها؟
هل معنى ذلك أن هناك حدود للفيزياء؟ طبعاً مجرد بطرح سؤال مش ما عنديش إجابة، ولكن وفعلاً لاحظنا نحن مثلاً أنه عندما حاولوا بناء ما يسمى نظرية المجال الكوانتمي في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي، قادتهم إلى طرق مسدودة في بادئ الأمر، إلى استحالات، إلى لا نهائيات. وجدوا حيل للتغلب على ذلك، وجدوا حيل، فايبلن وكذا، وجدوا حيل. أنا في رأيي مجرد حيل حتى الآن، مجرد حيل. فيعني هاي خلتني أفكر، طيب يعني هذه الصروح المنطقية الرياضية الشاهقة، هذه الصروح هل تستطيع أن تحتمل نفسها أم ستسقط في النهاية وتدخلنا في متاهة لا أولها ولا آخر؟ هذه طبعا نهيك بأن الرياضيات في حد ذاتها لا يمكن أن تكون نظاما برهانيا 100% كما بيّن جودل. يعني جودل الرياضي رب الوسطى، جودل يعني أصله ألماني لكنه هو هنغاري كان. جودل في الواقع يعني بيّن أنه لا يمكن أن يكون أي نظام رياضي كل جزء فيه مبرهن أو متكامل، لا يمكن. أيوة. بالنهاية لا يمكن أن يكون برهانيا 100% كل شيء فيه مبرهن، لا، في بعض العناصر غير مبرهنة، لا يمكن أنه كله يكون مبرهن. هيك أنا أفهم النظر. هذه بالرياضيات موجودة وتبين حدود للرياضيات، فما بالك في الفيزياء؟ الفيزياء صروح ضخمة فعلا. الفيزياء النظري يدرك إلى أي مدى هذه الصروح ضخمة، إلى أي مدى تقدمت، كيف دينا من نيوتن وإلى أين وصلنا؟ وصلنا لتعقيدات هائلة. طيب هذه الصروح هل ستصمد؟ هل ستصل إلى حد تنهار؟ كما تنهار ناطحات السحاب؟ جرت فكرة بطرحها، لأن المفارقة اللي بعدها المعنى، هون ندخل في صلب الفلسفة، المعنى الفيزيائي، إشكال أو إشكالية المعنى الفيزيائي. هون أنا عندي كيف إنه بما يسمى الفيزياء الكلاسيكية اللي هي فيزياء القرن 19 و18، في هذه الفيزياء كنا نبدأ بالمعنى ونكمله بالرياضيات، بس مش نبدأ بالرياضيات وثم ننتقل للمعنى. كنا نيوتن عندما وضع قوانينه عرف شو هي القوة بدون رياضيات في بادئ الأمر، اللي هي حقيقة السبب المادي. القوة هي السبب المادي، سبب المعنى الكلاسيكي. التسارع له معنى إجرائي، فنحن إذا نبدأ بالمعنى ونقيم العلاقات الرياضية على أساس المعنى، يعني كأنه البعد الرياضي يكمل المعنى، يكمل معنى المفهوم الفيزيائي. نحن نبدأ بالمفهوم الفيزيائي اللي له معنى واضح ومعنى إجرائي ومعنى تجريبي، وننطلق من هذا المعنى الذي يرتكز إلى المشاهدات والتجربة إلى التعبير الرياضي المتطور. حتى في حالة ماكسويل، من معادلات ماكسويل هذا ما يتم. يعني بأخذ أنا مثلا المجال الكهربائي، مش إنه أنا رأسا انطلقت معادلات ماكسويل ثم أخذت أبحث عن معنى المجال الكهربائي والمغناطيسي، لا، اشتغل على المجال الكهربائي والمغناطيسي تجريبيا ونظريا في خطوات حتى اكتمل مفهوم المجال الكهربائي والمجال المغناطيسي. ثم بعد ذلك ماكسويل وجد العلاقات العامة التي تربط المجال الكهربائي بالمجال المغناطيسي، فالمعنى كان جاهزا، كان عندي المعنى واضح ومعنى إجرائي محدد للمجال الكهربائي والمجال المغناطيسي وللطاقة الكهربائية والطاقة المغناطيسية. ثم وجدنا بعد ذلك تدريجيا المعادلات الشاملة التي تربط هذه العناصر اللي أنا عارف معناها الفيزيائي. بالقرن العشرين انقلبت الآية، بديت في هون دخل التأويل. على فكرة التأويل لم يكن يؤدي دورا كبيرا، كان يؤدي دور ولكنه لم يكن كبيرا في الفيزياء الكلاسيكية. في فيزياء القرن العشرين والواحد والعشرين التأويل
ضروري جدا لأي تحرك في الفيزياء، التأويل. وهذه المهتم فلسفة التأويل يعني يخدها مني، إنه التأويل أساسي في فيزياء القرن العشرين. كيف؟ الآن أينشتاين عام 1905 وضع نظرية النسبية الخاصة. في هذه النظرية مثلا طبعا لجأ إلى تأويل إلى حد ما، ولكنه وين جاء تأويله الكبير؟ عندما طبق أساليب ميكانيكا نيوتن على النسبية الخاصة، فوجد علاقة الطاقة والكتلة. هل هذه احتاجت إلى تأويل؟ يعني لاحظوا، هو اشتغل على المعادلات ووصل إلى نتيجة ما كان واضح معنى النتيجة، مش مثل ما تعودنا في نظرية الكلاسيكية يكون معنى واضح. أبدأ بالمعنى الفيزيائي، هون ما بدي بالمعنى الفيزيائي، بدي بإجراءات رياضية معينة توصل إلى نتيجة، وأولها بطريقته، إنه الطاقة والكتلة شيء واحد، إن الطاقة تتحول إلى كتلة والكتلة تتحول إلى طاقة، وأنه في النهاية عندنا قانون حفظ واحد للطاقة والكتلة. هذه طبعا إنجاز كبير جدا، ولكنه توصل إليه بالتأويل. لكن وين تفاقمت الحالة؟ لما جينا على ما يسمى نظرية النسبية العامة، يعني نظرية الجاذبية لأينشتاين في الكون عام 1915، حط معادلات معقدة جدا تسمى معادلات أينشتاين المجالية. هذه المعادلات طبعا صعب جدا حلها لأنها معادلات غير خطية. الآن بدي أبين لكم كيف إنه المشكلة عندي هاي المعادله، عندي هاي المعادله، معادله معقده. الان صاروا يدوروا على حلول لها. اينشتاين وجد حلول تقريبيه لها مكنته من تفسير ظواهر، بديش ادخل فيها. لكن بعد كم من شهر من وضع هذه النظريه، في عالم الماني اسمه كارل شوارتزشيلد كان يقاتل على الجبهه الروسيه مع الالمان، على الجبهه الروسيه هو الماني، وجد حلاً دقيقاً، مش تقريبياً وإنما دقيقاً، لمعادلات أينشتاين في حالة معينة، حالة بسيطة معينة وجدها. مات بعدين، قتل في أو مات يعني في سياق الحرب العالمية. الآن هذا الحل أجى عند أينشتاين وغيره من العلماء. يوهي أينشتاين يا رب، شو معناها؟ معنى مش واضح، شو معناها؟ فيها إشي مش راكب على بعضه. يعني الزلمة ما أخطأ شوارتزشيلد، هل الخطأ في المعادلة الأصلية ولا شو؟ ما لم يستطع أن يقرأ من المعادلة المعنى الفيزيائي. لاحظوا، المعادلة جاءت قبل المعنى. أينشتاين احتار وصار يحكي إنه هذا الحل بزبط جزء منه، الجزء الثاني ما بزبط. ليه؟ أجا عالم فلكي مشهور بريطاني اسمه سير آرثر أدينغتون، طلع سير آرثر أدينغتون حكى برضه هذه الملائكة ليس لها معنى. تقريبا كلهم أجمعوا ما لها معنى، ما لهاش معنى هاي المعادلة، الحل هذا ليس له معنى. واحتار دكتور، تفضل. يعني صار في مشكلة إنه البحث عن المعنى. لاحظ، المعادلة جاءت ثم البحث عن المعنى. هذه ما كانت في الفيزياء القرن التاسع عشر، فيزياء القرن العشرين، البحث عن المعنى. ظلهم حوالي 50 سنة إلى حقيقة ما بديت تتضح الصورة إلا في نهاية خمسينيات القرن العشرين، بعد عقود. اكتشفوا كروسكال، واحد اسمه كروسكال رياضي وواحد اسمه جاكيرز، اكتشفوا انه اذا تم التعبير عن هذا الحل بدلالة احداثيات تانية بيظهر نوع من المعنى. لاحظوا، يعني بحيلة رياضية ركبوها على هذا الحل فاعطتهم على الاقل نافذة للمعنى. هاي بعد 50 سنة تقريبا وجدوا ان هذا الحل يعبر عما يسمى الثقوب السوداء، بلاك هولز. يعني نظرية النسبية العامة تنبأت بالثقوب السوداء، ولكن علماءها لم يدركوا أنهم تنبأوا به، بالثقب الأسود.
وبعدين خلال الستينيات اشتغلوا بعض العلماء المشهورين في علماء سوفييت وعلماء أمريكان مثل ويلر، علماء بريطانيين مثل بنروز وستيفن هوكينج وغيره، حتى اتضح معنى البلاك هولز إلى حد كبير، مش 100% أنا في رأيي، إلى حد كبير. لاحظوا إنه هون وين المشكلة؟ إنه نحن هنا انطلقنا من المعادلة ثم أخذنا نبحث عن المعنى، لكن المسألة طلعت أخطر في حالة الكوانتوم ميكانيكس، ميكانيكا الكوانتوم. الآن كانوا محتارين، بديش أدخل في التفصيلات التاريخية، ولكن بيّن أنه عالم الإلكترونات والذرات لا ينسجم مع ميكانيكا نيوتن، لا ينسجم مع ما يسمى الفيزياء الكلاسيكية. تفشل الفيزياء الكلاسيكية بما في ذلك معادلات ماكسويل في معالجة الذرات وما دون الذرات. صاروا يبحثوا عن حلول إلى أن بدأوا يتوصلون إلى حلول، هاي منسميها ميكانيكا الكون، الميكانيكا التي تنطبق تماما على تنطبق تماما على الجزيئات والذرات ونواة الذرات، أنوية الذرات والجسيمات الأولية. عام 1900 مثلا و25 توصل هايزنبرغ العالم الألماني إلى معادلة شاملة تصف ميكانيكا الذرية، خلينا نسميها، لكن ما عرف معناها هايزنبرغ تماما، ولا حد عرف معناها. الآن بعده بكم من شهر، سنة 26، في عالم نمساوي اسمه إيرفن شرودنجر توصل إلى معادلة موجية، وقال إنه هذه المعادلة الموجية هي الكفيلة بتفسير المادة على الصعيد الذري. معادلة مشهورة الآن، معادلة شرودنجر، معادلة تفاضلية. وفي لما نحكي معادلة موجية معناه في ما يسمى الدالة الموجية، اللي هي بتفرجي سعة التذبذب، دالة الموجية. الآن طبقها رياضيا واستطاع أن يحل مشكلة ذرة الهيدروجين وذرة الهيليوم وذرات أخرى، استطاع أن يفعل ذلك شرودنجر وغيره. لكن حكوله طب شو معنى هالدالة الموجية تبعها؟ حاول أن يجد تفسيرا كلاسيكيا أو معنى كلاسيكيا لها، لكنه عجز، وقف، ما بعرفش، ولا حد عرف. وصلنا للمعادلة، ثم بدأت الرحلة المضنية من أجل معرفة معنى هذه المعادلة ومعنى هذه الدالة الموجية. حتى الآن البحث بعد شو هالحالة يعني؟ أنا ببدأ توصل إلى هذه المعادلة بعبقرية فائقة، شرودنجر كان جبار، توصل إليها، ولكن المعنى لا واضح عنده ولا عند غيره. بدي تطلع تأويلات، هلا في عدد كبير من التأويلات لهذه الدالة الموجية. بعد صوروا بعد 100 سنة تقريبا بعد الحوار، شو معناها؟ يعني بالفيزياء الحديثة نحن نكتشف الرياضيات، نكتشف المعادلة، ثم نبدأ نبحث عن المعنى الفيزيائي ولا نجده تماما. شو هالحالة هذا؟ أنا يعني كأنه رجعنا لفيثاغوراس. فيثاغوراس قال إنه سر الوجود هو رياضيات في حد ذاتها، وكأنه رجعنا إنه كأنه بحالة ميكانيكا الكم كل شيء ذاتي باستثناء المعادلات. تطلع على المعادلة شيء مذهل، إنه هذه المعادلة تعطينا حلولا كثيرة، ولكن نحتاج إلى تأويلات عديدة حتى نفهم معنى الدالة الموجية. في الواقع إن سنوات عديدة، عقود طويلة، لم نصل إلى حل حقيقي لمعنى الدالة الموجية، ما زالت البحوث ماشي فيها. هذه أنا لفتت نظري شغل غريبة أنا أجيبها عندي. بالأول كنا نبدأ بالمعنى الفيزيائي وبعدين نعمق بالرياضيات، هون لا، نصل إلى المعادلات الرياضية بعدين نبحث عن معناها، ويلا ويلا ولا نجدها. شو الحالة؟ أنا بعتبر أنه هاي حالة غريبة. الآن مفارقة كبيرة. نفس الشيء يحصل حتى في يعني ميكانيكا الكوانتوم، يمكن صياغته بأكثر من صيغة، في صيغة هايزنبرغ، صيغة شرودنجر، صيغة ديراك، صيغة فاينمان، وأيضا صيغة فيجنر. هاي الناس ما بيعرفوها كثير، عالم هنغاري برضو اسمه فيجنر، يوجين فيجنر برضو يعني وجد طريقة لصوغ
الميكانيكا الميكانيكا الكوانتم، ولكن حتى في حالة فريدمان بيستعمل ما يسمى distribution function، الدالة التوزيعية، ما لها معنى محدد. يعني برضو نشتق المعادلة رياضيا بعدين سندور على المعنى ومنجرب حتى الآن مش معنى مش واضح. في أزمة معنى، لسه أنا راح أفرجي إنه أعمق من هيك. حتى في أزمة معنى يعني ساعة خلص ضل في مفارقة واحدة لازم طيب. المهم إنه المعنى، البحث عن المعنى، يعني هذه مشكلة كبيرة أيضا. كل ما لها تزداد هذه الصعوبة، لأنه الآن مثلا بحالة الكوانتوم جرافيتي اللي هي الجاذبية الكوانتمية وشغلات من هالقبيل، وحتى السترينج ثيري اللي هي نظرية الأوتار كذا، رياضيات كثير لكن من كأنها غابة كثيفة من الرياضيات مضيء فيها. مرات أنا بسأل نفسي وبطلع على هاي المعادلات وبحاول أفهمها وكذا، إنه طيب هل وين معنى؟ وين المعنى؟ ضاع المعنى بين ثنايا هذه الغابة، ضاع. إشكال كبير يعني، ضاع المعنى، هل هناك معنى؟ أنا بشوف بيبرز مثلا بحطوا هذه المعادلات وحلول، هن ما بجروا يتطرقوا للمعنى في أغلب البيبرز. الرياضيات وكذا، إنك توصل للمعنى ضلك تالي. هلا بس المفارقة الأخيرة بدي أذكرها، حتى المبادئ كل ما لها بتبطل مبادئ فيزيائية وإنما مبادئ رياضية. بالهندسة التفاضلية وغيرها مبادئ رياضية. أينشتاين بدي مثلا مبادئ فيزيائية في نظرية النسبية الخاصة واستمر هيك، بعدين خلط بين المبادئ الرياضية والفلسفة والفيزيائية في نظرية النسبية العامة، بعدين شطح صار كلها مبادئ رياضية. يريد أن يشتق العالم من المعادلات الرياضية بشكل واضح أينشتاين، إنه مع أنه أول كان ضد الاستعمال الإفراط في استعمال الرياضيات، ولكنه بعد نظرية النسبية العامة مشي في هذا الخط، إنه صار أراد أن يكتشف سر الوجود في الرياضيات، يعني رجعنا لفيثاغورس، وحاول في الواقع أن حاول أن يعني غرق في الرياضيات واعتمد على المبادئ الرياضية، وأراد أن يشتق كل الفيزياء من بعض المبادئ الرياضية البحتة، وهذه الكل صار على هذا بهذا الاتجاه، ما زلنا نحن نسير في هذا الاتجاه. لوين راح يوصلنا ما بعرف، بما أنه أمرنا مجدي إن أن نتوقف. شكرا على سؤالك. أنا أفتح باب النقاش. تفضل يا أستاذ. شكرا جزيلا دكتور هشام، دائما هيك بفتح مخنا لأمور غريبة. اليوم على الآخر يعني. دورنا يعني أنا بدي أستفسر يعني إذا بتوافق. يعني كان بحكي إنه العلوم القبلية اللي هي الرياضيات بالأساس والفيزياء هي علوم قبلية، يعني الرياضيات والفيزياء تشترك في إنها علوم قبلية يعني في العقل المحض. الرياضيات فيها شمولية يعني زي الفيزياء الحديثة، يعني لأنها تبحث المطلق. الرياضيات علم تجريد، يعني الرياضيات فيها تجريد، فيش أكثر من أول علم وأكبر علم فيه تجريد هو الرياضيات. لهذا السبب يعني الفيزياء الكلاسيكية هي علم تجريبي مش تجريدي، يعني الحركة لأنها تبحث في الحركة، في حركة الأجسام وثباتيتها. لكن الفيزياء الحديثة عندما بعد كوانتو والنظرية النسبية أصبح هناك تجريد، فاقتربت من الرياضيات كثير، لأن السبب صارت رياضيات، يعني هي صارت تجريد، علوم تجريدية. هل توافق على هذا؟ وشكرا جزيلا. شكرا. اللي بعده مين في تفضل. اوكي تفضل بعدين نصي. مساء الخير دكتور. مساء الخير للحضور. الحقيقة المحاضرة كثير ممتعة وممتازة، على الأقل بالنسبة لي، لأنه يعني في
في عالمين مهمين يعني اعتقد انهم من الورقه اكتشفوا اشياء من غير ما يروحوا على المختبر. بور العالم الدنماركي اللي اكتشف في الاتوميك ستراكشر وما دخل على المختبر ولا شيء، دلاله على انه المعادلات بتقودك لمعاني لاحقه. الان في باحث اسمه نيك لام، هو بيولوجيست، عم بكتب باشياء في تفسيرات دقيقه جدا للجسيمات جوا الذره، لكن كل تفسيراته او تاويلاته لم تخرج عن السياق العام اللي كان اصلا مفهوم في وقت سابق بانه الذره فيها الالكترون والنيوترون متوازن الشحن وكل هاي الاشياء. السؤال هون انه كل ما طرأ جديد في هذا الموضوع لم يخرج عن القديم، لأنه القديم كان صح، ظل كله في الإطار، لكن تعددت الأشكال وتنوعت وبالتالي تنوع التفسير. وشكرا. شكرا دكتور الشاحي. عندي سؤال يتعلق بالمفارقتين الأولى والرابعة، قد يكون يعني ناجما عن قلة اطلاع على بعض على قوانين الفيزياء، ولكن السؤال اللي كان دائما يخطر على بالي عند النظر لقوانين الفيزياء انها الى حد ما بدي اقول بسيطة ولكن تتخذ اشكال محددة، خطية تربيعية فيها جذور الى اخره. فهاي القوانين اذا بتطلع على الاسس الموجودة فيها هي اسس اما صحيحة او نسبية. ما مر علينا أسس غير نسبية. كنت دائما أطرح السؤال، ليش الأسس دائما بتكون نسبية؟ كان يجيني الجواب أنه في حالة وجودها الدايمنشنال أناليسيس بيخرب. طب السؤال، ليش الدايمنشنال أناليسيس لازم يكون صحيح؟ ندخل في قصة تماسك الفيزياء. نعم، منطق بضل السؤال انه هل تماسك الرياضيات متماسكه؟ لانه احنا حد بعيد احنا تعرفنا، احنا عملنا قوانينها. طب هل في شيء مخبى وراء الطبيعه فعلا انه الطبيعه متماسكه؟ طب من عرفها؟ كيف عرفت حتى تكون هالقد متماسكه؟ طيب دكتور ملاحظ بس تعقيب. مساء الخير. حقيقة يعني دكتور هشام وضع النقاط الحروف، يعني أنا بتفق معه في قضية إنه الرياضيات وتأثيرها بالفيزياء، وزي ما قالوا إنه الرياضيات هي لغة الفيزياء والرياضيات هي ملكة العلوم. حقيقة في سؤال بحيرني أنا في قضية العلاقة بين الطبيعة والرياضيات وتفكيرنا. هل الكون رياضي زي ما حكى تيغ مارك؟ هل الطبيعة هي رياضية؟ هل عقلنا رياضي؟ وهل تنعكس هاي الآية؟ مين انعكس على مين؟ هاي واحد. هاي سؤال حقيقة بحيرني. قضية المعادلات الرياضية وتنبؤاتها الفيزياء غنية جدا، والأزمة هي قضية تكنولوجية ليس أكثر ولا أقل. مثال على ذلك أمواج الجاذبية 1916، بعد 100 عام في المختبر استطعنا نقيسها. قديش استغرب من الإمكانيات المادية والمالية حتى نقدر نثبت. كنت أول تيرم في معادلة المجال هو الأمواج الجاذبية. مثال ذلك هيكس بوزون وما إلى ذلك والجسيمات الأولية وكل، يعني قديش الآن سيرن دفع مئات الملايين من الدولارات لإنشاء هذا الهيدروليك كولايدر حتى يثبت الجسيمات الأولية. إذا هي قضية أزمة تكنولوجية اقتصادية. كل ما تقدم العلم إحنا هاي بضاعتنا، هاي الرياضيات عندنا هاي بضاعتنا، بتثبتها الآن، ادفع مصاري واعمل لابات تثبت هذا الكلام. وهذا أمر يعني لا يختلف عليه الاثنين. القضية اللي ذكرها أعقب عليها نقطة أخيرة اللي هي الأعداد الصحيحة. حقيقة يعني لو ندخل في عمق الفيزياء أو الفيزياء الرياضية، تم تعميم الأعداد الصحيحة. مثلا الأبعاد اللي ذكر عنها البعد الأول والبعد الثاني والبعد الثالث كلها مرفوعة على أس صحيح، هذا بالمفهوم الكلاسيكي. لكن في الآن علم قائم بذاته اللي هو الأبعاد الكسرية fractional dimension، وتم تعميم الأعداد الصحيحة بحيث يكون البعد قد يكون كسري. وتخيلاته أعتقد في الكايوس ديور أشرنا إلها قبل أسبوعين أو قبل شهر أو شهر ونص في بعض المعادلات، أنه في تعميم حتى المعادلات التفاضلية.
احنا نشتق مثلا دي 1 اوفر دي اكس تو باور 1 يعني نشتق الاولى، لكن في شيء اسمه الان الفراكشن كالكولس دي هاف يعني دي مرفوعه يعني المشتقه النصفيه، واول من حلها لايبنز حقيقه. والان صار طبعا علم قائم بذاته انه طرح العلماء كل قوانين الفلويدز والثيرمودينامكس تتعامل مع الفراكشنال كالكولس اللي هي الاشتقاق الجزء مش الجزء البراشر غربتين اللي هي الاشتقاق للقوى الجزء الكسرية، فهي موجودة وإلها تفسيراتها وإلها كذا. حتى الأبعاد مفهوم البعد الكسري له عمق يعني له موضوع آخر بدناش احنا حقيقة نسر فيه، لكن هو موجود حقيقة. وشكرا جدا دكتور هشام على يعني لم الموضوع كله، مش قادر أحكي إنك أنت خلاص حطيت اللي ببالي. شكرا لأبو الحارث. سمح لي دكتور. تفضل ماشي. حاب أنوه يعني هو هل يعتبر هذا التلازم بين الرياضيات والفيزياء يعني أليس يعني أوقع الفيزياء في ورطة كبيرة يعني بحيث أنها لم تعد قادرة على الانفكاك من الرياضيات؟ وهذا طبعا بستذكر أينشتاين لما أراد أنه يضع نظرية المجال الموحد، العذر تبعه بيقول انه ما عندنا رياضيات تفي بالغرض، يعني صارت يعني الفيزياء مرهونه للرياضيات، انه اذا ما في رياضيات يعني تتوقف الفيزياء. يعني هيك انا وطبعا بستذكر كمان حادثه اللي هو كانت عندما اراد ان يبحث في المكان، يعني لو كان في رياضيات تفي بالغرض رياضيات منحنى كان طلع نظرية النسبية مثل أينشتاين، يعني بحث قبل المكان قبل مرحلته قبل النقدية، بحث المكان وقال بالبداية قال بأن الأشياء المادية تؤثر في المكان، وهذا طبعا هو مجمل النظرية النسبية فكرة النسبية، بس لأنه ما كان في رياضيات المنحنيات الهندسة المنحنيات ما قدر يفكر يعني أنه ممكن يكون هو بفكر بالزمان ومكان مطلق فراغ مطلق. لو كان عنده فكرة عن إشي اسمه منحنيات كان ممكن يطلع مثل ما طلع أينشتاين. القضية الأخرى يعني دكتور البرهان الرياضي أو الاشتقاق الرياضي، طبعا أنا برأيي أنت حليت جزء منه إنه هو في مكونات فيزيائية تتحول إلى رياضية ثم بالاشتقاق. هسا لماذا تنطبق الرياضيات البرهان الرياضي ينطبق على الفيزياء؟ أنا برأيي ميزة البرهان الرياضي أنه يلتزم بقانون مهم جدا اللي هو قانون عدم التناقض، يعني هذا يحل جزء كبير أنا برأيي من المشكلة. يعني لماذا تنجح الرياضيات في حل مسائل فيزيائية؟ هذا عالم واقع وهذا عالم ذهني. ميزة الرياضيات أنها دائما وأبدا تلتزم بقانون مبدأ عدم التناقض، يعني ما في انتقال من خطوة إلى خطوة، إذا في تناقض لا يتم الانتقال، فهذا يحل جزء كبير. يعني وطبعا إذا استثنينا معضلة جدل طبعا اللي تكلم عنها الدكتور، والتي أيضا يعني حتى بالفلسفة الدكتور هو في شيء دائما غير مبرهن، ولا يمكن لأي نظرية سواء فلسفية أو رياضية أن تنطلق إلا إذا آمنت بمسلمة لكي تنطلق منها. يعني إذا إحنا بدنا ندور ما رح نبدي، يعني ما في شيء يقين مطلق صح. ويمكن يكون هذا الخطأ اللي وقع به ديكارت لأنه ظل يبحث على اليقين المطلق، وما في يقين مطلق. أنت بالبداية يجب أن تنطلق من مسلمة غير مبرهنة وإلا لا يمكن أن تتقدم. يعني كانت النسق البرهاني يعني تبع كانت كله مضبوط 100%، وين المشكلة الأساسية؟ في البداية اللي هي المسلمة التي انطلق منها أنه أخذ العقل كمنتج جاهز. فلذلك أنا بعتبر يعني مفارقة جدل يعني مش يعني هي لابد منها، لأنه إذا أنت بتظلك بدك تبدأ من الصفر لا يمكن، لازم تبدأ رياضياً عليها أمور. ما هي صحيح ما أنت